العشرة ودرج مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حصاد يوم من الرياضة في تونس والعالم. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مرحلة التتويج. الاتحاد الرياضي المنصري ينتصر ويضمن على الأقل المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية لأول مرة في تاريخه عقب انتصاره كما قلت في الجولة قبل الأخيرة على اتحاد بلجردان 2-2 بهدفي إدريس المحيرسي في الدقيقة 10 وأمرو من ضربة جزاء في الدقيقة 40. الاتحاد صعد إلى المركز الأول برصيد 21 نقطة مؤقتا في انتظار جولة غدوة، وخاصة لقاء كلاسيكو النجم والترجي. ذكر الترجي إذا كان ينتصر أو يتعادل يخلط على الاتحاد الرياضي المنستيري أو يفوتوا في الترتيب في انتظار قلت الجولة الحاسمة يوم الأحد القادم. صراع مباشر اليوم بين الاتحاد والترجي من أجل لقب البطولة. نذكر غدوة الكلاسيكو بين النجم والترجي في أولمبي سوسة 5 تاع العشية، وأيضا غدوة كلاسيكو آخر في ملعب حمادي العاقر برادس بين النادي الإفريقي والنادي الرديس فاقسي. حادثة غريبة اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس، غلق الملعب أولا في وجه الفريق التقني اللي كان مكلف بالتأمين النقل التلفزي والفار، ثم أيضا الغلق الأبواب واستمرار غلق الأبواب أمام فريق أمل حمام سوسة اللي جاء للملعب من أجل خوض المباراة الفاصلة. أيضا طاقم تحكيم المباراة قاعد في التسلل، ملتقيتي الكرة، الصحفيين، كل الناس المعنية بالمقابلة كانوا في التسلل اليوم. تم غلق الملعب رغم أنه وجود برمجة للمباراة هذه منذ مدة بين زوز فرق، وأيضا حصول موافقة من إدارة الحي الوطني الرياضي بتاريخ 20 جوان على إجراء وخوض المباراة في ملعب حمادي العقربي برادس يلقوا الملعب مسكر. هذه حتى غريبة تصير لأول مرة في تاريخ كرة القدم التونسية على الأقل في هذا المستوى. ولاية بلعروس اللي يرجع لها الحي إداريا أصدرت بلاغ قالت لم يتم إعلام الولاية بها من الولاية من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، ولم تطلب عقد جلسة أمنية في الغرض كما يفرض ذلك القانون، وعلى نحو ما جرى به العمل في تنظيم مباريات البطولة التونسية لكرة القدم وكل التظاهرات الرياضية، وعليه فلا يمكن إجراء أي مباراة رياضية دون أن تسبقها الجلسة الأمنية. جدل كبير سيثار حتما حول هذا المبرر، حول هذا الغلق، هل هو استمرار لهذا الصراع بين الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الرياضة؟ سننتظر أكيد، ولكن المتضرر هو كرة القدم التونسية، هي صورة كرة القدم التونسية. وين ماشيين؟ الحوار هو اللي حل المشاكل، القانون هو اللي حل المشاكل، لأنه في الأخر كلنا توانسة في أرض واحدة، في دراب واحدة، في نشيد رسمي واحد. إلى سفيرة السعادة، إلى الوحيدة اللي مشيختنا، الوحيدة اللي هز الراية الوطنية عالية الفوق، إلى أنس جابر اللي واصلت اليوم انتصاراتها في مسابقة أو في بطولة إيسبورن الإنجليزية في مسابقة الزوجي. اليوم انتصار جديد في الدور الربع النهائي مع سيرينا ويليامز، ترشح إلى دور نصف النهائي مع دورة إيسبورن قلت الإنجليزية بعد التغلب على اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو 6-2 و6-4. سيرينا بعد المقابلة قالت لعبنا بشكل أفضل اليوم مع بعضنا بالرغم من أن لعبنا كذلك زد البارح بالقدام، قالت لكن أنس دعمتني بالقدام اليوم وكنت نخزرها ونقول واو هذا رائع مانيفيك، يعني بريمو حسيناها شيخة سيرينا على اللعب مع أنس، وأنس بالحق ما قصرتش، يعني طلعت ياسر في المستوى ورات اللي هي ملعبية الحق في مستوى كبير برشا ومن نخبة وصفوة رياضة التنس في العالم. أنس كانت فرحانة بالقدية بعد الماتش وقالت مانيش متخيل اللي احنا وصلنا ديجا لدور نصف النهائي، الأمور ماشية بسرعة فائقة ولكن الأمور رائعة زادة بالنسبة لي كي نلعب مع أسطورة كيما سيرينا ويليامز. بعد الماتش عملوا فيديو وكل الأسطورة سيرينا قالت احنا اليوم توا اسمنا أون سيرينا يعني مختصر لأونس وسيرينا، أون سيرينا دونك الاسم جديد للكوبل هذه الثنائية هذه في التنس العالمي أون سيرينا. بريمو حاجة تعمل 66 كيف، وهذه الصورة قدامنا تنجموا تشوفوها، يعني الانسجام الكبير. راهو على فكرة راهو
أكبر خدمة تجب تخدمها أنس وخالة تخدم فيها أنس للرياضة التونسية والبلاد التونسية، أنه أسطورة كما سيرينا وليامز أمريكا الكل والعالم الكل يعرف شنو الاسم هذا والإيقاع متاع الاسم هذا. فريمون ما نجم نقولوا كان أن غران برافو شابو با الأنس جابر، إن شاء الله يواصلوا وتواصل النجاح. بكر سيرينا وجابر باش يلعبوا في الدور النصف النهائي يواجهوا البولونية ماجدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش. إلى بطولة مصر، إلى الزمالك، حيث قاد سيف الدين الجزيري الزمالك إلى انتصار مثير. الفريق كان خاسر 1 بلاش أمام البنك الأهلي، يدخل الجزيري ويسجل ثنائية في الدقيقة 72 و86 يخلي الزمالك ينتصر 2-1 ويواصل تصدر البطولة المصرية. نذكر سيف الدين الجزيري كان غاب لقرار فني في مباراة القمة الدربي مع الأهلي الأسبوع الماضي أو 5 أيام التالي، وكان في المباراة بالتعادل 2-2. نكمل الأخبار، جينا من بايرن ميونخ من منشن، حيث تم اليوم التقديم الرسمي لساديو ماني كلاعب في صفوف بايرن ميونخ لمدة 3 مواسم. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikafm.net. أنا عبد السلام ضيف الله، ما بقى لك باش نقول لكم إن شاء الله ليلتكم أحلى الليالي. إلى اللقاء.